إذا بسم الله الرحمن الرحيم، مع المحسنات البديعية. إذا المحسنات البديعية التي تعرفنا عليها خلال هذه السنة سوف نقوم بمراجعتها الآن، هي الطباق، المقابلة، الجناس، والسجع. المحسنات البديعية هي مزينات ومزوقات، نعم، وهي أسهل من الصور البيانية. نبدأ أولا بالطباق. الطباق نقصد به الجمع بين لفظتين متعاكستين في المعنى، متضادتين في المعنى. لا يمكننا أن نبحث عن الطباق عن إحدى الكلمتين في بداية النص والأخرى في آخر النص، إذ أنه يجب أن تكون هاتان الكلمتان موجودتان في نفس السياق، في نفس الجملة. مثلا قوله تعالى: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. مثلا قوله تعالى: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. إذا نلاحظ جيدا، جمعنا سبحانه وتعالى في هذه الآية بين لفظتين متضادتين، هما أيقاظا ورقود. إذا هذا أسميه طباق. نقول مثلا أيضا: إنك تعلم ما لا أعلمه. إنك تعلم ما لا أعلمه. إذا هنا كلمة تعلم ضدها لا أعلم. إذا لدي كلمتان متضادتان في نفس السياق. إذا هذا أسميه طباق. إذا جئت بالكلمة وضدها مباشرة فأسمي هذا طباق إيجاب. إذا هذا طباق إيجاب. أما إذا ذكرت الكلمة ونفيها فأسمي هذا طباق سلب. إذا هذا طباق سلب. إذا لدي طباق الإيجاب وطباق السلب. المقابلة. المقابلة هي أيضا جمع بين تضاد أو بين عبارتين أو جملتين متعاكستين في نفس السياق دائما. الجمع بين عبارتين أو أكثر، عبارتين متعاكستين في نفس السياق. نقول مثلا في المقابلة، مثلا وإذا حاربوا أعزوا ذليلا، وإذا سالموا، عفوا، وإذا حاربوا أذلوا عزيزا، وإذا سالموا أعزوا ذليلا. وإذا حاربوا أذلوا عزيزا، وإذا سالموا أعزوا ذليلا. نلاحظ جيدا هنا في هذه في هذا البيت الشعري: إذا حاربوا أذلوا عزيزا. هذه جملة ضدها الجملة في عجز البيت، الجملة الموجودة في صدر البيت ضدها الجملة الموجودة في عجز البيت. فحاربوا ضدها سالموا، وأذلوا ضدها أعزوا، وعزيزا ضدها ذليلا. فالجملة كاملة ضدها هذه الجملة كاملة أيضا في عجز البيت. فلا يمكننا أن نقول بأن هذا طباق وهذا طباق وهذا طباق، وإنما نجمع فأقول أن الجملة الأولى ضد الجملة الثانية وأسمي هذا مقابلة. إذا المقابلة تشبه الطباق في كونها ضد، تضاد، جمع بين ضدين
الفرق بينهما هو أنه في الطباق أجد جمعا بين نفضتين فقط، أما في المقابلة فأجد الجمع بين عبارتين أو بين جملتين. إذا نلاحظ جيدا أيضا لدي محسن بديعي آخر وهو الجنس. الجنس هو تشابه في اللفظ، اختلاف في المعنى. اللفظة نفسها أحيانا آتي بها ولكن هناك اختلاف في المعنى. مثلا أقول لك يا منازل في القلوب منازل، لك يا منازل، نقصد بكلمة منازل الأولى هي البيوت، في القلوب منازل قيمة، أقصد هنا منزلة ومكانة وقيمة لهذا البيت، قيمة ومكانة في قلبي. إذن هنا المقصود هنا غير المقصود هنا. إذن التشابه في اللفظ صحيح موجود، ولكن لكل كلمة من هاتين الكلمتين معناها الخاص بها. إذا وجدنا التشابه في اللفظتين من حيث عدد الحروف ومن حيث ترتيب الحروف ومن حيث الهيئة أو الحركات والسكنات، أسمي هذا جناسا تاما، هذا جناس تام. أما إذا كان هناك اختلاف بين في الترتيب، ترتيب الحروف، اختلاف بين اللفظتين في ترتيب الحروف أو في عدد الحروف أو في الهيئة، أو فأسمي هذا جناسا ناقصا. ناقصا مثلا أقول إذا بيض الصفائح لا سود الصحائف. صحائف، لاحظ جيدا بين كلمة صفائح وصحائف، الحروف نفسها ولكن ترتيبها يختلف، فالجناس هنا جناس ناقص، جناس ناقص. إذا الجناس هو تشابه في اللفظ مع اختلاف في المعنى. إذا كان التشابه تاما لا وجود لفرق بين الكلمتين أسمي هذا جناسا تاما، أما إذا كان هناك فرق من حيث عدد الحروف أو من حيث هيئة هذه الحروف أو من حيث ترتيبها فأسمي هذا جناسا ناقصا، بمعنى جناسا غير تام. آخر محسن من المحسنات البدائية التي تعرفنا عليها خلال هذه السنة وهي السجع. السجع هو نهاية فواصل الجمل بنفس الحرف، فواصل الجمل في الكلام والعبارات تنتهي بنفس الحرف، مما يحدث نغما موسيقيا. هذا النغم الموسيقي يشبه النغم الموسيقي الذي يحدثه حرف الروي في الشعر. نقول مثلا قال الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، إلى آخر آيات السورة. نلاحظ جيدا هنا لدي نثر، كلام منثور، هذا ليس شعرا. إذا قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. إذا نهاية هذه العبارات والجمل بنفس الحرف مما يحدث نغما موسيقيا، إذا هذا أسميه سجعا، هذا أسميه سجعا.
وهذه هي السجعة. قد يطلب منا تحديد السجعة، فالسجعة هي الحرف الذي تنتهي به هذه الجمل وهذه العبارات في النثر طبعا. إذن هذه هي المحسنات البديعية، والمحسنات البديعية أيضا تقوي المعنى وتزيده جمالا. أثرها في المعنى هي تقوية المعنى، توضيحه تزيده جمالا. فأحيانا مثلا عندما نذكر الطباقة أو نذكر المقابلة، الشيء يعرف بضده لكي نؤكده أكثر. إذا سوف نأخذ تطبيقا هنا حتى نميز أكثر بين المحسنات البديعية في الجمل التي أمامي. نحاول أن نميز بين المحسنات البديعية. قلنا بأن المحسنات البديعية أعيدها أسهل من الصور البيانية من حيث تحديدها. إذا تطبيق، إذا ميز بين المحسنات البديعية بعد تحديدها طبعا. إذا قال الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: ويل لكل همزة لمزة. إذا لدينا عضنا الدهر بنابه ليت ما حل بنا به، ليت ما حل بنا به. قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، إلى آخر الآيات. قال الله تعالى دائما: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأما والذي أبكى وأضحك، والذي أمات وأحيا، والذي أمره الأمر. إذا ملك لم يكن ذا هيبة فدعه، فدولته ذاهبة. إذن وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا
هذا جزء من آياتي طبعا في البداية. خير المال عين ساهرة لعين نائمة. قل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله إلى آخر الآيات. إذا تابعوا معي، هنا نحاول أن نحدد المحسنات البديعية. إذا ويل لكل همزة لمزة، ويل لكل همزة لمزة. نلاحظ جيدا هناك تشابه في اللفظ بين الكلمتين واختلاف في المعنى. التشابه ليس تاما، إذا فلدي هنا جناس ناقص، هنا لدي الهاء وهنا لدي اللام، فالجناس موجود ولكنه جناس ناقص وليس تام. إذا جناس ناقص. عضنا الدهر بنابه ليت ما حلى بنا به. كلمة بنابه هنا تعني الناب. ليت ما حلى بنا نحن ألمنا به، هو الدهر. ليت الألم الذي عانيناه والمرارة التي شربناها ربما حلت بهذا الدهر أو بهذا الزمان. إذا هنا عبارة كلمة ما بنا بنابه تشبه بنابه، هنا تشابه في اللفظ ولكن لكل منهما معناها الخاص بها. إذا هنا لدي جناس تام. إذا قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. نلاحظ جيدا بأن هذه الآية كلها تقابلها آية أخرى هي ضدها. وأما من بخل أعطى ضدها بخل، واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. مجموع الكلمات الموجودة هنا اتقى ضدها استغنى، صدق ضدها كذب، اليسرى ضدها العسرى. إذن الآية الأولى ضد الآية الثانية كاملة، فهنا لا نستطيع أن نقول طباقا وإنما نقول هناك مقابلة وليس الطباق. نركز جيدا ونفرق بين المقابلة والطباق، فالكثير من الطلاب يأخذون كلمتين متعاكستين في المقابلة ويقولون بأن هذا طباق، وينسون بأن الجملة كلها هي ضد الجملة الثانية. قال الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. لاحظ جيدا هنا لدي الراء تكررت بين عند نهايات الآيات فأحدثت، قلنا نغمة موسيقية، هذا ما نسميه، وهذا ما يساعد في ترتيل القرآن الكريم، هذا أسميه سجع. سجع، والسجعة هي ما حددناها هنا تمثلت في حرف الراء. يقول الله تعالى دائما: وجوه يومئذ ناظرة. الضاد هنا لدي الضاد إلى ربها ناظرة، الضاء. إذن كلمتين متشابهتين في اللفظ مختلفتين في المعنى، إلا أن هذا التشابه ليس تشابها تاما وإنما هناك اختلاف بين حرف الضاد هنا وبين حرف الضاء هنا. فهنا ناظرة بمعنى جميلة، وهنا ناظرة بأنها تنظر إلى الله عز وجل. هذا جناس ناقص وليس تاما. إذا لدي البيت الشعري: وأما والذي أبكى وأضحك
والذي أمات وأحيا والذي أمره الأمر. نلاحظ جيدا، أبكى ضدها أضحك. إذا لدي طباق، طباق هنا، طباق نوع هذا الطباق هو طباق إيجاب، إيجاب ولا نقول طباق إيجابي، طباق إيجاب. أمات ضدها أحيا، إذا لدي طباق، طباق طباق إيجاب أيضا هنا. إذا ملك لم يكن ذا هيبة فدعه فدولته ذاهبة. نلاحظ تشابه هنا في اللفظ بين ذاهبة وذاهبة، الأولى ذا هيبة والثانية ذاهبة. اختلاف بسيط، إذ توجد هنا الياء ولا وجود للياء هنا، وقلنا لا نسمي الجناس جناسا تاما إلا إذا كان التشابه كاملا من حيث عدد الحروف وهيئتها وترتيبها. إذا هنا لدي اختلاف بسيط، فالجناس ناقص، جناس ناقص هكذا. يقول الله تعالى: وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يحسبون ويحسنون، يبدو لنا هذا أن هناك تشابه، إلا أن هناك هنا لدي الباء وهنا لدي النون، فالجناس دائما جناس ناقص. لاحظ جيدا كيف أننا نحدد المحسنات البديعية بسهولة أكثر، لأننا لا نتعمق في المعنى بقدر ما نتعمقه في الصور البيانية. خير المال عين ساهرة لعين نائمة. إذن ساهرة نائمة، يوجد بين الكلمتين ضد، إذن كلمتان متضادتان، فلدي طباق إيجاب هنا. قل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، عفوا، قل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بصورة من مثله لا يأتون بمثله. إذن هنا لدي يأتوا ولا يأتون. إذن لدي طباق سلب هنا بين يأتوا ولا يأتون. إذن هذه هي المحسنات البديعية، نركز فيها جيدا حتى نستطيع أن نميز بينها وأيضا وبين أنواعها، خاصة التشابه يوجد قليلا بين الطباق والمقابلة، إلا أننا فصلنا ذلك وبيناه أكثر. نرجو أن تكونوا قد استفدتم من خلال هذه الحصص، خاصة الحصتين الخاصتين بنهار اليوم، الصور البيانية والمحسنات البديعية. وإلى أن نلتقي في حصة أخرى بإذن الله، السلام عليكم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.